تطبيقات التعلم الآلي واسعة الانتشار نستخدمها بشكل يومي ومن دون إدراك ذلك في كثير من الأحيان. هناك عدد لا يحصى من تطبيقات التعلم الآلي على الهواتف الذكية. عند فتح قفل الجهاز أو تصفح منتجات أثناء التسوق عبر الإنترنت أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو كتابة رسالة نصية أو التخطيط لمسار معين. فما هو التعلم الآلي وكيف يعمل؟ هو حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي يمنح أجهزة الكمبيوتر القدرة على التعلم من دون الحاجة إلى برمجتها بشكل صريح، وذلك عن طريق البيانات والتجربة. هناك التعلم الخاضع للإشراف، حيث يتدرب النموذج على التنبؤ أو اتخاذ قرارات بالاستناد إلى بيانات مصنفة من جانب بشر. تستخدم هذه الطريقة أثناء التسوق عبر الإنترنت للتنبؤ بتفضيلات المستخدم، وذلك وفقاً لسجل الشراء الخاص به وسلوك التصفح والمنتجات التي عرضت. الهدف هو تدريب النموذج حتى يوصي بالمنتجات وفقاً لذلك. هناك أيضاً التعلم غير الخاضع للإشراف، حيث يتلقى النموذج بيانات غير مصنفة مسبقاً ويحاول جمعها حسب تشابهها في فئات متجانسة قدر الإمكان. تستخدم هذه الخوارزميات على سبيل المثال لتجميع المنتجات وفقاً لسمات معينة كالسعر والفئة والعلامة التجارية والوصف. في الحالة الثالثة، هناك التعلم المعزز، حيث يتدرب النموذج من أدائه السابق وخبراته لتحسين عملية صنع القرار. تستخدم هذه الطريقة على سبيل المثال لتوصيات التسوق عبر الإنترنت، حيث تقدم المنتجات المناسبة للمستخدمين المناسبين. أخيراً، تطبيقات التعلم الآلي عديدة، ولكنها تثير تساؤلات أخلاقية حول قضايا كثيرة كالتحيز والنزاهة وقابلية المساءلة وحماية الخصوصية والشفافية.